فئة خرجت من تحت الحرب ومن تحت القصف ومن الموت وتغربت عن بلدهم ويعني هون كمان صار الأعداد الكبيرة ربما عاملهم مشاكل اجتماعية مشاكل بالحياة فصار يعني في بعض ما يعني نظرة كراهية زاد الطلب على الموارد وأصلاً الموارد قليلة جداً تضاد في المدارس كان المطالب إنه فيه في الصف 20 شخص هلأ صار فيه 40 و50 شخص في الصف آخر مشكلة سمعتها يعني مدرسة واحد طعن واحد كان معه أزازة يمكن فطعنوا فيها واحدة بظهره واحدة بإيده يعني خاصة في بداية جلساتنا لما عملنا أول جلسة بتلاقي مجموعة السوريين لحال ومجموعة الأردنيين لحال حتى النظرة بتحسيها نظرة ما بتع أمرات تميزها هي نظرة كرة هي نظرة اشمئزاز هي نظرة بين الطرفين يعني تحاول مثلاً يقسموا المجموعات فرق يخلوا الأردني مع سوري فريق بهذا الفريق بدهم يعطوهم نشاط النشاط اللي راح يعطوهم إياه فرد ما بيقدر يقوم فيه لحاله ويعني صاروا يقدروا يطلبوا هيك أشياء من أردنية ولا أردني يطلب من سوري صار في روح فريق يعني صار في أخوة خلال برنامج أجيال السلام أنا قدرت أتصادق معهم أسرع من لو ما كانش في برنامج أجيال السلام لأني كنت بتخوف كمان يعني أكثر حدا بعرفه بحكي لي إنه كان فكر في اختلاف زيي بنت خالتي كانت معي بنفس المشروع فبعد ما خلصنا صارت تحكي لي بتتذكري لما كنا بالمدرسة وكان في بنت سورية ما كنا نلعب معها وكنا دائما نتمشكل معها بس هلأ بعد البرنامج يعني بتحكي لي إنه كنا كتير متعاونين ما كنتش متوقع انه هيك احنا رح يصير في بيننا مر يعني بيوم من الايام في عندي اخ اكبر مني لما خرجت انا على الاردن هو كان باقي مع اهلي بسوريا خلال الفتره يعني ساءت الاوضاع اكثر واكثر بسوريا فودى ابي وامي على الاردن هون لعندي هو تم بعدها بشهر يعني المنطقة اللي هو فيها دخلت بحصار كامل كانوا يعني أحد المرات يعني اضطروا يأكلوا ورق شجر لبعد فترة كان بده يطلع من منطقة لتانية بس كان في مكان مكشوف وقناص وقتها صابه كان التعامل مع كنت عم بحكي لك يعني كان في عندي اصلا مشكله بالتعامل مع الناس احيانا بالبيت يعني امي وابي يحكوا معي كلمه فورا بصير صرخ يعني ما استحمل الحاله ما استحمل الكلام الشخص الوحيد اللي كان هو ينصحني ويوجهني هو كان اخي لما اشتركت بالبرنامج اجيال السلام اول شغله صرت يعني أو أحد أهم الأشياء اللي تعلمناها إن كان تجاه المجتمع أو تجاه الأسرة هي ضبط ردة الفعل حتى البنات بالنسبة لما يرجعوا لعند أهلهم يعني صار في شوية إنه مثلا البنت تقدر تحكي تقدر تدافع عن حالها توصل فكرتها صار في أسلوب للحوار بين المشتركة والأهل نفس الاشي بيكون عندها اخت اصغر منها اكبر منها كانت تجي وتجيب اختها معاها تجيب بنت عمها بنت خالتها لازم يستمر البرنامج لانه لسه في الاف من الناس ما وصلنا لهم فهذا اكثر اشياء اللي عجبتني هي في برنامج الاجيال السلام هي استخدام نبذ العنف من خلال الحوار باستخدام الرياضه والفن يعني حققنا بصراحه كتدريب حقق نجاح معي أول إشي أنا كشخصي بالنسبة عالية جداً فأنا بدأت النفس أني أتقبل الأخوان ننبذ العنف بأشكال ونتقبل ونستخدم لغة الحوار ونشتغل كمبادرات وشغلات لخدمة مجتمعنا فاللي بيختلف أنه يجي حدا بيقول لك بغير لكن لما يبدأ التغيير حكيت لك منا إحنا لابن المجتمع أنا بقدم ابن المجتمع بعرف ظروف مجتمعي بعرف احتياجات مجتمعي مشان انا اللي عايش فيه واهلي عايشين فيه وفيما بعد راح يكون اولادي ان شاء الله عايشين فيه
في السنة الأولى من برنامج التماسك الاجتماعي لأجيال السلام واليونيسف تم تدريب 50 متطوع من 3 مجتمعات مستضيفة للعمل مع 1000 مشارك، نصف المشتركين سوريين والنصف الآخر أردنيين، 50% ذكور و 50% إناث من 10 مراكز شبابية. وصل أثر البرنامج إلى ما يقارب 6500 شخص من هاي المجتمعات. بس حاول خلي استمرارية رسالة أجيال السلام مستمرة، هي رسالة ما بتخص هيئة ولا بتخص فرد ولا بتخص عائلة، هي بتخص المجتمع كامل. ولو استمر البرنامج في عمله لمشاريع أخرى لاستيعاب يعني أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، فأكيد يعني راح يحاول يقضي على المشكلة الموجودة بشكل كامل.